يا فندم لحضراتكم ولجميع الساده المشاهدين. صباح الفل يا ست رائد، طمنا اخبار شوارعنا ايه النهارده؟ طبعا النهارده يوم الاثنين يوم الايام المشهد احيانا حركه مخطوفه على المناطق الصباحيه. اكيد نبدا في البدايه في الفلاك الجويه والشبوره اللي لها تاثير خاص على طريق وادي النصران العالمين وادي على انعدام الرؤيه عليه واطلاقه امام حركه حتى الان. طبعا مع خدمات الاداره العامه للمرور المتواجده على الطريق لكن تحسن مستوى الرؤيه وعلى سطح الطريق امام حركه المرور مره اخرى. طبعا لو عايزين يتوجهوا لمناطق العالمين الوقت الحالي بيستخدموا طبعا يستكملوا طريق الاستاذ الصحراوي وحتى مناطق اسكندريه وبعد كده بيستخدموا طريق ساحلي اتجاه العالمين لحين انتشاء الشبوره وعلى سطح الطريق وادي النصران العالمين مره اخرى. الحمد لله الشبوره ما لهاش تاثير على اي من الطرق السريعه الاخرى تبع الاداره العامه للمرور وان شاء الله تنتشر في اسرع وقت ونبقى يعني حركه السير على طريق وادي النصران العالمين. ايضا ما عندناش اختراق باي امطار او اي رياح محمله تاثيرها على اي طريق اخر. اتمنى السلامه جميع سعيد المركبات، اتمنى منهم التعاون الكامل مع الخدمات اللي موجوده في مواقع الاحكام على طريق وادي النصران العالمين. ايضا بنعاكد معاهم اللي متواجدين على طريق حد الشبوره وطبعا متجاوز مواقع الاحكام قبل الغلط الحظر الشديد اثناء التواجد على الطريق يتواجد في منطقه منطقه امنه خارج نهر الطريق تماما مع اضاءة انوار والقرار الخاص بالسوار عشان يأمنوا مكان الاستقرار على الشفرة وإعادة التحرك مرة أخرى. أيضا بنتمنى منهم طبعا تحسن التحرك تحسن الحالة وفتح الطريق طبعا ضعف مواصلات الأمان هنا وبين السيارة اللي أمامه وأيضا التزام خفض السيارات بشكل كبير عدم تقبل أي سيارة أخرى لحالة الضرورة خصوصا فقط. بعد عطل السيارة بنبادر بالفجأة خارج ظهر الطريق تماما ما فيهاش في الحركه من اول المسار والسلوك تؤدي الى حوادث. بالنسبه لباقي طرق الحاله عليها جيده جدا ما عندناش توقفات على الطرق السريعه الاخرى سواء على طريق السويس او الاسماعيليه او مصر كبار الزراعه والشقاوي وايضا الطريق الساحلي. بالنسبه لطرق الخط الشرق والغرب جميعها تعمل بشكل كويس جدا في حدود الزراعه العامه المرور ما عندناش اي توقفات. الطريق الدائري يشهد بعض الاحكام الاعلى من المتوسطه في منطقه الثلاث متجه النفق وايضا بالنسبه للمحكمه مرتفعه في منطقه عدد متجه للقاهره الجديده. محا 16 يوليو ايضا المتجه للقمر اصبح سودا تاما الان لكن في الجهه الاخر في الجهه المعتاد بمعدلات الحركه المتجه لامداد المال ما يكونش اعطال او حوادث لكن هي الاحجام المعتاده في الفتره الصباحيه. طبعا خدمات القطاع العامه بتكون متواجده في الاسلام بصوره صباحيه تماما وتمكن حركه المرور على كافه المناطق كم حركه مرتفعه مع طبعا الخدمات الخاصه بالحملات والاغاثه وايضا تنطبق الحاله وان شاء الله ما يبقاش في اي مؤثرات كبرى على مدار اليوم سلام حضرتك. ان شاء الله باذن الله. طبعا نشكرك الرائد محمد الشربيني من الاداره العامه للمرور كثافات الطبيعيه اللي هي الطبيعيه المعتاده اللي بتبقى زحمه طبعا.